الأسطى أمل الزناتي معانا على الهوا دلوقتي بعد ما شفنا التقرير، ونقول لها صباح الفل عليكي. صباح الفل والجمال على حضرتك. ده الجمال ده كله اللي احنا شفناه دلوقتي في التقرير، ما شاء الله بتصلحي يعني مواتير والماكينات الخاصة بالجرارات والمعدات الزراعية، ودي موضوع صعب جدا. كلنا دايما بنفكر ان الشغلانة دي بيشتغلها الرجالة، بس أول مرة نشوف ان واحدة امرأة وسيدة ماهرة زيك ما شاء الله بتشتغل فيها. طبعا لا، هو بص، بالاراده والتحدي الانسان ما فيش لا بطول ولا بعرض، لا يعمل اي حاجه، مفيش حاجه صعبه بدل انت حاطط في دماغك ان انت تبقى حاجه كويسه ومميزه، مفيش حاجه بتتغلب على الانسان. جبت الفكره منين يا استا امل؟ فكره انك تبقي ميكانيكي وميكانيكي جرارات دي حاجه مش سهله ابدا ومحدش فكر فيها. وحضرتك هو كان الاول مشروع محل قطع غيار، فانا خليت الصيانه ديت عشان ان انا ابقى يعني مهمه تجيبي رجل الزبون، صح كده؟ لا كمان ابقى عارفه بتاع الجرارات، ابقى عارفه القطع الغيار دي بتركب فين، والزبون يبقى جاي عارف الحاجه، ابقى فاهمه بالظبط هو يعمل عايز ايه بالظبط، من غير ما يروح مثلا الميكانيك اقدم له حاجه، من غير ما يروح للميكانيك لو هو مش لاقيه مثلا، عشان معظم الوقت بيبقى عطلان في البيت، عطلان في الطريق، يركبها ازاي او كده بس. مفيش اي حاجه بتعطل الا بتشتغلي فيها، وده بقى عايز اسالك اتعلمتيها ازاي؟ ما لازم برضو الشغل ده حد يعلمهولك. اتعلمتي الميكانيكا دي ازاي؟ الصناعيه ما كانوش بيتاخروا عني بحاجه، بروح لهم الورش بتاعهم واقف معاهم، هم بيعرفوني، ما كانوش بيتاخروا عني باي معلومه. تمام، وازاي كنت بتطوري استا امل من نفسك؟ يعني برضو الموضوع اكيد يعني بتشوفي في عطل حصل بطريقه معينه، في عطل تاني مختلف، ازاي بقى بتطوري من نفسك عشان تعالجي اي اعطال في الجرارات الزراعيه والمعدات الثقيله؟ لو في اي كل ما شاء الله كل الصناعيه معايا اخواتي، لما بتكون في حاجه بسال ده وده وده، وبعرف الحاجه الاصح اعملها. طيب يا استا امل، دلوقتي انت بتشتغلي في الجرارات بس، ولا لو حد برضه هو ماشي والموتوسيكل بتاعه عطل، ولا العربيه ما تقدريش تساعديه كده وتقولي له؟ لا احنا ما بنساعدش على حد، جرارات بس. تخصص لكن يعني. نساعد. لا بتعرفي تسوقي جرار؟ اي لازم طبعا عشان تعرفي تتعاملي معاه. ابتديتي مع مين اللي علمك؟ نفسي يبقى لي بقى رخصه، يبقى لي رخصه بتاع المرافق، بس ديت اللي لسه مش عارفه اطلعها دي. ايه المشكله ان الرخصه تطلع؟ عشان عايز مرافق، انا ما عنديش مرافق. عشان كده. طب دي هي دي المهمه، دي اللي صعبه لسه بس. اكيد. طيب عايزين بقى نعرف منك كده، مين اكتر حد بيشجعك؟ مين اكتر حد بيساعدك؟ ولو سمعتي كلام من اللي حواليكي، يعني برضو احنا دايما بنشوف ايه في ساعات كده استا امل كلام محبط للواحد، كلام كده يقول لك انت ايه الشغلانه اللي انت بتعمليها دي؟ دلوقتي ما فيش عندكم الكلام ده، ما فيش حد لا في برضك، بس عادي بقى، كان زمان ازعل، وكان ان احنا بقى عشان في ارياف كده والجهل والتخلف كده يعني، بس ما فيش جهل ولا تخلف، تفاهم دلوقتي الناس ما شاء الله عندنا في مصر متفاهمين. لا اي حاجه في الجهل، الناس اللي هي الناس اللي مش عارفه ان ده صح وده غلط، ان اهلها معلمينها ده ان ده غلط وده صح، وان ده خلقه ربنا، وان مفيش حاجه اسمها قصير وطويل والحاجات دي، ده الجهل. طبعا. انت مش قصدك على الشغل، انت قصدك على التنمر يعني. تمام. لا انا بقول لك ان في ناس مش مع الاهل نفسهم مش معلمين اولادهم بالحاجات اللي زي دي، بس يعني النظره دي اتغيرت شويه يا استا امل، يعني ما بقتش زي موجوده زي زمان. طبعا اتغيرت، وان كمان لو حاجه زي كده حصلت بتعرف ترد بقى دلوقتي، خلاص كان زمان احنا صغيرين والحاجات دي. انت بتردي بشغلك يا استا امل، بتردي بشغلك ان انت بتشتغلي وبتعملي وبتكسبي يعني من عرق جبينك زي ما بيقولوا، وبتعملي شغل ما حدش من الرجاله بعضهم يعمله كمان، يعني في رجاله ما لا لو حد اتكلم في حاجه زي كده حتى بينكسف من نفسه، لو هو انا بعمل كده بينكسف من نفسه اصلا نتكلم في حاجه زي كده. بس انا شايفه بقى انك زي ما بتعرفي تعملي جرارات، انا شايفه بقى في التقرير بتعرفي تعملي اكل، والناس ملمومه حوالين الاكل، وحاجه ما شاء الله ربنا يديم نعمتكم. لا الحمد لله، دي ايوه عارفه تعملي الاثنين في نفس الوقت. ايوه ده عن والدتي بصراحه، كانت مشهوره بالنفسه في الاكل، الحمد لله طالعه زي والدتي بالظبط. اشطر حاجه بتعمليها ايه، وايه اللي يتاكل من ايد الاستا امل وما يتاكلش غير من ايدها؟
اي حاجه تعجبك. ما شاء الله ما شاء الله. تعزمونا بقى ونجي لكم على دماغنا تنورونا. لا على دماغنا بجد. لا شوف اللي يرجع في كلامه بقى يبقى غلطان. عزومه على الهوا خلاص وعد. اجي لك وليد الجرار معايا تصلحيهولي. على دماغنا يا حبيبتي تنوريني. حبيبتي يا استاذ ربنا يبارك. النهارده 8 مارس كده بيقولوا عليه يوم المراه العالمي استاذ امل. ويعني اجمل حاجه في يوم المراه الشقيانه اللي بتشتغل واللي فعلا بتتعب وبتكافح. تحبي تقولي ايه النهارده؟ رساله كده للمراه المصريه ان ازاي فعلا ان المراه تبقى متحققه في يوم هو اليوم العالمي للمراه يوم 8 مارس. معلش السؤال ده انا السؤال تاني النهارده بيقول اليوم يوم المراه العالمي ايه بقى تقولي ايه في اليوم ده؟ اقول لاي ست او اي راجل عنده اي مش مهم شرط ان يكون عنده زي الهمم او حاجه زي كده ان يشتغل في اي حاجه مش كلام الناس ولا اي حاجه يطلع يشتغل ويعمل كل حاجه مش حاجه صعبه. الشغل عمره ما كان عيب. لا لا ابدا الشغل شرف وقيمه وكرامه واحترام بين الناس. ما لا 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 ما تقعدش تفكر في حاجه في اي حاجه ولو بالذات لو في ارياف مش ارياف تشتغل ما عادش زمن الانسان تتكسف او كده. هنروح للوسط المال بقى على طول. هروح يا عزبان على الهوا خلاص. هنروح ونشوف بقى حكايه الجرارات دي ونشوفها كده بعينينا يعني. تنورونا يا حبايب. شكرا يا استاذ امل الزناتي متخصصه في اصلاح الجرارات. شكرا جزيلا ليكي وكل سنه وانت طيبه. ربنا يعيد عليكي الايام دي بالف صحه وخير يا رب. اي حد عنده جرار بايظ يروح للاستاذ امل الزناتي.